برحب بيكم وبرحب بوجودكم معانا هنا النهارده في مستعده مبسوط المواطن. طبعا المشروع القومي هو اسمه المشروع القومي لرقمنه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه داخل جمهوريه مصر العربيه، وده منذ ان توليت رئاسه مستعده مبسوط المواطن والدكتور علي المصلح وزير التموين والتجاره كل يوم يقول لك تطوير تطوير مصلحه. فطبعا الانتظار الفتره الاخيره كان في بعض المصوغات والمنشورات الذهبيه اللي ناقصه في العيار وفيها الم دمغه مقلد، فاكتشفنا ان الاقلام دي موجوده في الورش وعند ناس اصحاب التوافق النفوس الضعيفه. فقلنا لازم نعمل منظومه جديده ما ينفعش تقليدها او اختراقها او تقليدها في السوق. فكان المشكله فكره الباركود او الدمغ والتكويد بالليزر على المشغول نفسه. لان الدمغ والتكويد على المشغول ده مش هيتمحي ولا هيتمسح، لان كان في فكره قبل كده نعمل باركود لكل قطع ورقي كده يتلزق معاها او يمشي معاها. ده ممكن يتخلع من قطعه لقطعه او يتقطع او لما يتحط في الباترينا الشمس بتاكل القرعه. ففكرنا ان احنا نكود وندمغ على المشغول نفسه. وعملنا مناقصه والحمد لله طرحنا مناقصه وجات شركات اتقدمت واخترنا شركه منهم. وبعدين الحمد لله احنا دلوقتي في البيع الاختباري الاجهزه كلها وصلت من دمغ بالليزر والاكس راي للتحليل والقارئ اللي هيقرا الكود. الميزه في التكويد ده ان نمره واحد كود مكود على المشغوله وهو كود وليس دمغ. يعني في دول كتير جدا بتدمغ بالليزر، بس الدمغه بالليزر دي ما بيتكشفش عليها بقارئ، بيكشف عليها بعدسه، بيبص يشوف العيار مختوم عليها ولا، لكن مش كود مكود، انما ده كود وبقارئ، والكود ده متسجل على داتا بيز وعلى حاجه احدث حاجه في تكنولوجيا المعلومات وهي برامج سلاسل الكتله او البلوك تشين. وطبعا البلوك تشين ده لم يثبت اختراقه في عالم نظم المعلومات وتكنولوجيا المعلومات حتى الان. هو ده احسن حاجه موجوده في تكنولوجيا المعلومات لم تخترق، وده اللي احنا اخترناه لتنفيذ المشروع القومي لرقمنه المعادن الثمينه والاحجار الكريمه داخل جمهوريه مصر العربيه. المنظومه دي احسن حاجه فيها نمره واحد انا ما بدمغ مشغول بالليزر، ده بيحافظ على شكله وعلى جماله، لان الدمغه بالقلم بتحصل تشوهات منها على المشغول. فده اول نمره واحد بيحافظ على المشغول، يدمغ بجماله ويحافظ عليه ما يحصلوش اي دفوهات او اي تشوهات ليه. فيقدر صانع ينافس بيه بره ويصدره ويشتغل بشكل جميل. دي نمره واحد. نمره اثنين، بكل قطعه من القطع دي الكود ده هو عباره عن كود رقمي لا يتكرر مدى الحياه. هو واحد بس للقطعه ما بيتكررش. هو كل قطعه بتدمغ بتاخد الرقم الكود ده، الرقم ده لا يتكرر مدى الحياه. بالاضافه ان الرقم ده جواه اكثر من بيان. نمرة واحد عليه الشركة صاحبة القطعة اللي صنعتها دي، اتنين العيار، تلاتة الصورة، صورة المشغولة دي عبارة خاتم اغويشة عشان ما يتبدلش، مين دماغها والدماغ يوم ايه ووزنها، في كل المعلومات اللي عليها. بالاضافة احنا اخر اجتماع مع معالي الدكتور وزير علي مصلحي وصى ان احنا نحط بيان نسبة المعادن الغير ثمينة على المعدن الثمين. يعني النهاردة في خواتم وغوايش عليها احجار، الاحجار دي احنا ما بتبقاش احجار قديمة، يعني حجر من الازاز او من الاحجار اللي هي مش ذات قيمه. فالاحجار دي بتتوزن وتتباع على انها ذهب. فلازم ان احنا نكتب في مواصفه المشغول ده ان نسبه الاحجار فيه 1% 2% 10% من قيمته، عشان اللي بيشتري يبقى عارف ان ده مش ذهب كامل، لا ذهب متركب عليه احجار، يعني ده احجار ملوش ثمن يعني. فيبقى احنا نحط النسبه عشان لما هو بيشتري يبقى ما حدش بيضحك عليه. انما بالنسبه للمصنعيه ان المصلحه ملهاش زي ما قلت حضرتك قبل كده سابقا ان المصنعيه دي منافسه بين الشركات، وكل شركه ليها سياستها وهي اللي بتحط المصنعيه بتاعتها. يعني كل شركه مش زي بعض، كل واحد حسب المجهود اللي بذله في المشغوله. هو طبعا انا عامل شكل جمالي، عامل شكل رسومات غير الساده غير المنقوش، كل شغله او كل قطعه وليها مجهود في رسمتها وفي تصميمها، فطبقا للمجهود ده هو بيحط المصنعيه بتاعته.
وفعلا احنا هنبدا اول السنه يعني هيبقى كله بالليزر اول باذن الله ان شاء الله. اول السنه هيبقى بالليزر كله ان شاء الله. طب موقف المسوقات القديمه هيبقى ايه؟ لا المسوقات القديمه اللي هي مدموغه دمع حكوميه وسليمه ما فيش عليها اي غبار وتفضل ماشيه في السوق وتفتش عليها برضو بالعدسه زي ما احنا ماشيين بالنظام القديم. يعني ما فيش لها مش هتيجي يعني في الدمر الثانيه خلاص اوريدي احنا ضامنين دمغتها طالما دمغه حكوميه سليمه احنا ضامنينها وضامنين عيارها وكل حاجه. فمش هيبقى عليها اي مشكله. طب هو في حاجه حضرتك قلت ان الجهازين حجمتهم 50 مليون جنيه قيمتهم. ده المنظومه كلها. المنظومه. الاجهزه بتمثل 10% وال 90% ثمن البرامج. الرخص والبرامج والسكيور بتاعها والحفاظ عليها دي كل ده برامج جوه نظم معلومات يعني انا مش خبير قوي في نظم المعلومات. يعني اعوضهم في خلال قد ايه؟ المفروض يعني ان انا استردهم في خلال استرد يعني ثمنهم هو ثمنهم مش غالي ده يعني مش غالي جهاز الليزر ده مش غالي قوي يعني ولكن الغلو كله في الرخص وفي البرامج. لا انا قصدي العائد العائد من تطبيق هذا المشروع. انا العائد من تطبيق المشروع احنا اوريدي مجرد ما اعلنا حققنا ثمن وجبنا ثمن من السنه اللي فاتت. بس تمام هو ده يعني الايراد بتاعنا ان الحمد لله السنه اللي قبل اللي فاتت كنا عاملين زياده عن المستهدف 40 مليون جنيه. السنه اللي فاتت في 2019 عملنا 82 مليون جنيه. السنه دي 2020 رغم في جائحه كورونا عاملين 182 مليون جنيه زياده. طب